صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم صباح بكرة أحلى، السبت من كل أسبوع. عندنا حلقة النهاردة يعني متميزة. إحنا هنتكلم عن الغش، هنتكلم عن الغش مثلا في الأسنان وحشو الأسنان وأنواع الحشو، وهنتكلم برضو في معلومات جميلة مع الدكتور يعني إبراهيم شعبان عن أنواع التركيبات. عندنا الفقرة الثانية مع الحاج زكريا والصعود صاحب محلات الوهاب للموبيليا، نتكلم برضو عن غش الأساس وأهمية الموضوع دوت، وإزاي أختار أساس ما يكونش فيه غش تجاري. هنبتدي زي ما انتم متعودين على الإشاعات والحقيقة. عندنا الإشاعة النهاردة اللي هو يعني تفشي حمى الضنك في البحر الأحمر. طبعا وزارة الصحة بتقول الكلام ده غير مظبوط ومفيش ظهور أي حالة من هذه الحالات، بل بالعكس في مصر كلها مفيش أي حاجة من الكلام دوت، سواء حمى الضنك أو غيره، يعني مفيش الكلام ده خالص. خلي بالنا يا جماعة من الإشاعات، لأن زي ما قلت وبأكد كل مرة إن الإشاعة هي طلقة أطلقت وما ينفعش إنها تصيبنا. بالوعي وبوجودكم معانا ومحاولة مهاجمة هذه الإشاعات والرد عليها أكيد إحنا مش هتصيبنا. حمى الضنك قلنا الصحة كذبت الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص، هم عايزين يعملوا بلبلة وخلاص يعني. عندنا كمان وقف إصدارات قرارات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لمرضى الأورام والدم، الكلام ده برضو مش مظبوط، وزارة الصحة بتؤكد إنها ملتزمة بعمل قرارات على نفقة الدولة لعلاج المواطنين، بل بالعكس يعني بتقول من 4 سنين يعني حوالي 4 مليون وأكتر، 4 مليون إصدار قرارات على نفقة الدولة. طبعا عندنا إشاعة تاني بتقول انتشار كبير للدواجن الفزة في المجمعات الاستهلاكية. طبعا خدوا بالكم في تخفيض في الأسعار، في أسعار بتنزل، في نجاح للدولة، فيقابلها ده إيه؟ يقابلها هجوم من جميع المغردين عشان يوقعوا هذا التقدم. لا، وزارة الصحة بتتكلم بالنسبة لموضوع الدواجن الفاسدة، بتقول إن لا الحية ولا المجمدة فيها أي مشكلة، بالعكس هي بتبقى تحت رقابة شديدة جدا للحفاظ على المواطنين، ولكن كون إن 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 في سلعة بتنزل في سعرها معنى كده إن في تقدم بالنسبة للنظام، بالنسبة للحكومة والنسبة للدولة. هم عايزين يبوظوا فرحتنا وخلاص يعني. عندنا تاني إشاعة بتقول تغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلبة الثانوية العامة تالتة سنة والصف الثالث السنة. طبعا وزارة التربية والتعليم بتقول الكلام ده برضو مش مظبوط، مفيش تغيير أي نظام، هو نفس النظام بتاع السنة اللي فاتت، هتبقى ورقة الأسئلة نفسها يعني بنفس الطريقة. نخلي بالنا يا جماعة، هم عايزين يبقى في بلبلة ويبقى في حراك ضد الدولة وضد مجهودات الدولة، نخلي بالنا لأن احنا بنهاجم بشتى الطرق، نخلي بالنا. عايزين نتكلم في حاجة مهمة يعني اليومين دول، الأسبوع ده بالذات، اللي هم إجبار شابين على النزول من القطار. عايزين أولا بس نفرق ما بين شخص مخطئ وما بين مؤسسة، تمام؟ في معانا مداخلة. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ أستاذة إيمان عبد الحق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا بالأستاذة إيمان المربية الفاضلة مديرة مدرسة الأرمان، أهلا وسهلا بحضرتك فن. أهلا بيك. أهلا بيك. تحت أمرك. والله أنا كنت عايزة أتكلم في حتة مش موضوع راجح ومحمود بس، لا احنا عندنا ظاهرة خطيرة مش واخدين بالنا منها. ده كان الحلقة اللي فاتت يا أستاذة إيمان، موضوع راجح ومحمود. أيوة. وهو تم الحكم عليه ب 15 سنة. كويس. نيجي بقى نشوف الحته دي. اولا دي ظاهره احنا بنشوفها من فتره بسيطه مش كبيره، لكن هي كترت قوي قوي الفتره دي. الاولاد في المدارس، تلاقي مدرسه ثانوي كل طالب معاه حاجه شايلها، واخر مره شفنا ان في ولد برضه في الثانوي قتل صاحبه.
ايوه صحيح. الظاهره الجديده دي. طب ايه الحل من وجهه نظر حضرتك يا استاذه ايمان؟ اتفضل. ايه الحل من وجهه نظرك؟ الحل لازم كلنا نتكاتف ونغير قانون الطفل اللي هو بيقول 18 سنه، والا يبقى احداث او يتحكم عليه 15 سنه. طيب. يتكلم من قتل يقتل. طيب في بس جزئيه عايز اوضحها لحضرتك، ان القانون دوت موجود كمان في الدستور، فعشان يتغير لازم كمان الماده دي تتغير في الدستور. نغير. اتفضل. نغير. مصلحه البلد نغير يا استاذ. طب وبالنسبه نغير. بقى حضرتك كمديره مدرسه، هل انت بتعاني من المشاكل دي في المدرسه نفسها؟ لا احنا بالنسبه لنا ما عندنا يعني اطفال تتخانق عادي، ده اطفال يعني انا عندي لحد ثالثه اعدادي، ما عنديش ثانوي. تمام. لكن اللي احنا بنشوفه وبنقراه على السوشيال ميديا، الكلام ده بقى مرفوض تماما. دلوقتي السواقين بتتخانق وبيضربوا بعض قدام الناس، اي طالب يتعدى يطلع حاجه، فين البلد؟ فين المفروض نسن القانون؟ طب بالنسبه، طب انت عايزه دلوقتي ان القانون ده يتعدل وينزل السن من 18 لسن اصغر. طيب بالنسبه للمدرسه وبالنسبه للاسره، هل في توجهات من حضرتك لده؟ طبعا اتفضلي. يدرس طبعا الاخلاق والادب، دي حاجه مبدا لازم كلنا نتعامل بيه. في المدارس نبتدي ندرس الموضوع دوت، ونحط عليه 1000 شرط وشرط، لان خلي بالك المبادئ بتدرس. بيطلع خلي بالك، زي ما في مجرمين زي ما في ناس عندها اخلاق. تمام. مفيش الكلام ده، بس طيب. المشكله ان المجرم بيحط على اللي عنده اخلاق، يبقى احنا ما عملناش حاجه. طيب. طالب عنده اخلاق، يعني المدرسه ليها دور ولا لا؟ طبعا والاسره دور كبير كمان. طبعا دور كبير. طيب. ولازم لازم ننزله في المناهج. تمام. وانا بطالب كمان ان ماده التربيه الدينيه تخش من المواد اللي تبقى فيها رسوب ونجاح. تمام. هو عموما التربيه والتعليم مش ضمن الماده، ولكن في الازهر الماده ديت اساسيه فيها نجاح. عموما بنشكر حضرتك، وصباح بكره احلى الاستاذه ايمان مديره احدى المدارس الخاصه. شكرا لحضرتك. نرجع تاني يا جماعه موضوع اجبار شابين للنزول. عايزين نفرق ما بين حاجتين، ما بين موظف ايا كان هو ايه، وما بين مؤسسه. يعني لما يغلط الموظف المفروض انا احاسب الموظف ما احاسبش المؤسسه. زي بالظبط واحد مثلا عمل قضيه قتل حد مثلا يعني، فما ينفعش احكم على مثلا اخوه على ابوه على امه، فانا احاكم الشخص نفسه. ده مهم جدا يا جماعه في الجزئيه دي. الحاجه الثانيه المهمه اللي احنا نتكلم فيها، فين المصريين؟ فين لما حصل موقف زي دوت؟ فين الشهامه المصريه؟ فين مثلا ما حاولوش انه يلموا من بعض ويدفعوا التذكره للشاب ده ليه؟ يا جماعه احنا محتاجين يعني نقطه نظام لاخلاقنا اللي ابتدت فيه جزء منها يتراجع. فين الشهامه المصريه؟ فين الرجوله المصريه؟ فين المصريين قبل ما يعني اللي كانوا في القطار قبل ما هو يعني يجبروا على ان هو ينط وينزل تحت عجلات القطار؟ أنا بقول رسالة بسيطة دلوقتي، أرجوكم نقطة نظام، ارجعوا شوية لورا وشوفوا المصريين كانت قد إيه في عندهم الشهامة والمروة. أعزائي المشاهدين، نرجع بقى لفقرتنا المهمة مع الدكتور إبراهيم شعبان، أخصائي جراحة الفم والأسنان. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا وسهلا شاهين. انت نورتنا في صباح بكره احلى، وتملي منور صباح بكره احلى بابتسامتك الجميله. ربنا يكرمك يا استاذ. اهلا بحضرتك. من الابتسامه الجميله والاسنان ووجع السنان، عايزين نتكلم في جزئيه مهمه جدا. هل في غش في الماده اللي بيتحشي بيها حشو الاسنان؟ احنا هنيجي نتكلم على انواع الحشو والكلام ده، لكن احنا عايزين نتكلم الاول، هل يا ترى في مادة تختلف عن مادة؟ هو في فرق في الخامات، ده طبيعي يعني، بقى في فرق في جودة الخامات نفسها، وفي فرق وتدرج في الخامات. فمش هتلاقي يعني في الخامات اللي احنا بنشتغل بيها من اول المصري والصين، وبعد كده في شركات تانية كتير، فهتلاقي فرق وتدرج في الخامات زي اي خامة موجودة في اي حاجة بنشتغلها في حياتنا. في فرق دايما في الخامات، الخامات مش واحدة. عشان كده بالنسبة لنقطة الحشو، يعني حسب الخامات، وطبعا في العامل البشري بيتدخل في الموضوع ده، يعني العامل البشري برضو موجود. مش شرط مثلا ممكن الدكتور بيشتغل بخامات كويسه بس ما عملش الحشو مثلا بالطريقه المظبوطه.
ففي فرق في الخامات، بس في حاجه اسمها العامل البشري برضو موجود ومتداخل، يقدر يعني ينتج لنا الحشو ده بطريقه كويسه ولا ممكن يتعمل بطريقه مش مظبوطه وفي نفس الوقت الخامات كويسه جدا. يعني بس في الاول احنا عايزين نقول ان بالفعل في خامات بتختلف من خامه لخامه في الاسعار كمان، يعني الأسعار. كل ما جوده الخامه كانت افضل كل ما السعر كان اعلى. اكيد طبعا صحيح. أكيد طبعا. طب ايه راي حضرتك في اللي بيجيب خامه بسيطه وبيأذي بيها؟ يعني انا شايف ان دي اذيه لان بعد كده الحشو بيقع. اكيد هو اهتمام الدكتور بالخامات طبعا ده مهم جدا ان هو يهتم بيه، لان الخامات الاقل او الخامات الرديئه معرضه طبعا ان هي يعني بالنسبه للحشو وبالنسبه لشغلنا احنا عموما معرضه ان هي الحشو يتكسر او الحشو يقع ويرجع تاني المريض نفسه الدكتور. فالمريض يعني الدكتور المفروض في غنى عن الكلام ده ان هو يهتم بالخامات او يهتم بجوده الخامات تمام، عشان الحشو يبقى بالنسبه يعني بالنسبه اللي هو لو اهتم بالخامات واهتم بالحشو وطبعا الشغل اهتم بالشغل بتاعه ان هو يعمل الديزاين بتاع الحشو بالطريقه المظبوطه والخامات نفسها الخامات المحترمه طبعا هينتج حشو مظبوط، فبالتالي المريض مش هيرجع له مره ثانيه او انه يعمل مشكله معاه هو في غنى عن الكلام ده. فالاهتمام بالخامات ده طبعا حاجه مهمه، وفي نفس الوقت يعني لو بنتكلم كحاجه ايكونوميك او اقتصاديا، انا لو حد لو المريض عمل عندي حشوه ورجعت وقعت تاني هيرجع يعملها تاني بدون ما يدفع اي تكلفه لان انا السبب في الجزء ده، فبالتالي انا اتكلفت. طب ما اجيب ده في وقت قد ايه؟ يعني انا ممكن ارجع للدكتور بعد وقوع الحشو بعدها بقد ايه يعني عشان هو اللي يتحمل المفروض ده؟ لا المفروض طبعا هو الحشو اول ما يقع على طول حضرتك بتيجي بترجع للطبيب على طول. في وقت قد ايه؟ يعني ممكن مثلا خلال شهر؟ لو هو وقع في خلال شهر ده كده شغله مش مظبوط خالص. يعني هو الحشو حاجه وبرده في الاخر هي حاجه صناعيه تمام، يعني ليها ليميت في الوقت. أيوة. يعني برضو انا لو باكل كتير حاجات ناشفه وبتاع كده الحشو هيتاثر زي الضرس ذات نفسه او السنه الطبيعيه ما ممكن تتكسر برضو لو انا كسرت عليها حاجه جامده، بس بيبقى في فتره يعني اسمها ايه فتره صلاحيه او مدى النجاح بتاع الموضوع، المفروض يعني مينيمم كده 5 سنين او اكتر، وممكن طبعا الحشو يقعد اكتر من كده طبعا. طيب دكتور ابراهيم، في الحشو في فرق ما بين الحشو العادي والفرق العصب، وقول لنا وضح للمشاهدين ايه الفرق ما بينهم. يعني في كتير قوي بيقول لك طب احشيله وخلاص، يعني عايز توفير في الفلوس وعايز توفير في الوقت، عايزك توضح لنا الموضوع ده للمشاهدين. لا هو احنا بيجي لنا كتير يعني في حد بيبقى عايز يختار، يعني مثلا هو محتاج حشو عصب تمام، فيقول طب ما ممكن نعمله حشو عادي وخلاص. فالموضوع في الجزء ده مش اختياري، يعني الحشو العادي لو التسوس بسيط او التسوس في طبقه المينا او طبقه العجل اللي تحت المينا ده كده خلاص ليميتد في الجزء ده كده يحتاج حشو عادي. نضفنا التسوس ونحط الحشو ممكن في نفس الجلسه او ممكن ياخد جلسه كمان، انما التسوس لو وصل للعصب خلاص هو اجباريا احنا بنتحول كده لحشو العصب، مش الموضوع بيبقى اختياري لانه هو التسوس وصل للعصب البكتيريا اللي موجوده في البق دخلت في العصب نفسه خلاص، يبقى انت البكتيريا ديت ضرت نسيج حي او ابتدت تنتشر فيه تبتدي طبعا تعمل خراج وتعمل مشاكل. ايوه يعني طيب هل هنا هو في فرق ما بين الحشو العصب ما بين الصغيرين والكبار؟ يعني في فرق ما بينهم؟ يعني ايه الفرق ما بين صغير وكبير في الحشو يعني بتاع الدروس؟ بالنسبه لحشو الاطفال حشو عصب الاطفال هو دايما مختلف عن الكبار ان هو حشو جزئي. يعني ايه جزئي؟ هو الطفل عنده ضرس لبني تحتيه ضرس دايم هو هيطلع في سن معين او هيطلع في وقت معين. تمام، فبيبقى الضرس ده طول ما هو طالع بيدوب الجدر وبيعمل تاكل في الجدر تدريجيا تدريجيا لحد ما يطلع للاخر او يطلع خلاص يبدا في الظهور. فبيبقى الحشو بالنسبه للاطفال هو حشو جزئي، يعني بننظف العصب ونحط ماده معينه والماده دي تبقى قابله للذوبان، يعني ان هي مثلا تتاكل طول ما الضرس الدايم بيطلع وبيزق الضرس اللي قبله المفروض ان هي تتاكل. يعني كان في عندنا برضو في الدراسه اللي كانت موجوده واحنا اخذناه في الكليه ان هو كان في طبعا مواد وكان في اختلاف بين المواد وبعضها، وان احنا ما ينفعش نحط ماده بتاعه الكبار في الاطفال لان الماده بتاعه الكبار ماده مصمطه مش هتدوب. فما ينفعش تحطها في الاطفال لان الاطفال هو الضرس وهو طالع بيدوب الجدر، فالماده ديت لو فضلت موجوده لا هتعمل مشكله. هو لازم هي كمان تبقى ماده تمام تتاكل برضو طول ما الضرس بيطلع. فده الفرق بين الحشو في الاطفال وحشو الكبار. حشو الكبار بتبقى الماده او الماده صلبه يعني بتتحط مصمطه كده جوه الجدر خلاص لانه خلاص ضرس دايم خلاص مش هيبدل تاني. حشو الاطفال بيبقى حشو جزئي طبعا.
يعني عارف. يعني الحشو بتاع الاطفال بمجرد ما بيطلع الضرس الثاني بيزيله؟ اه طبعا بيتزال. يعني احنا برضو كنا بنشوف اسئله برضو في الجزء ده، ان هو يعني لو حضرتك عملت حشو الضرس يعني الحشو ده هيفضل ثابت، فالضرس ده مش هيبدل. او ان يعني الضرس اللي انت بتعمله حشو ما بيبدلش. لا طبعا الكلام ده غلط، هو الضرس اللي طالع الضرس الدايم بيزق الضرس اللبني باللي عليه كله، حشو بقى كان طربوش كان، هو بيزق الضرس كاملا. فانت عملت له حشو ما عملتلوش حشو، الكلام ده ملوش علاقه طبعا. ففي مثلا في مشاكل بتحصل احيانا، يعني تملي ضرس العقل في مشاكل كتير. يعني قول لنا ليه تملي ضرس العقل لازم تعمل عمليه، لو اتشال لازم مش عارف، يعني عايزين نعرف ايه حكايه ضرس العقل ده اللي عامل مشكله باستمرار. هو ضرس العقل بيطلع عند يعني بدايه من سن 18 لسن 25، في يعني بعد نمو الفك، فبيبقى في بعض يعني او نسبه كبيره من الناس بيبقى ما فيش مكان للفك للضرس العقل ده ان هو يطلع. واحيانا الضرس العقل بيبقى هو نفسه طالع بميل، يعني في مكان ليه بس هو نفسه بيبقى طالع بميل. يعني ده الاعتبارات يعني احنا ما نعرفش يعني اسبابها العلميه، بس هو بيبقى طالع دايما في وضعيه مش مظبوطه. ممكن عشان بيطلع متاخر، بيطلع بعد ما العظم خلاص ابتدى يمسك نفسه خلاص في الفتره ديت، بس هو بيطلع دايما في وضعيه مش مظبوطه. عشان كده في معظم الحالات بيتخلع الضرس العقل، بيحتاج خلع جراحي. فطبعا في ناس عندها شائعه ان ضرس العقل يعني اي ضرس عقل فيه مشكله لازم يتخلع. في احيانا يبقى طالع الضرس كويس جدا تمام لحد خلع الضرسين اللي قبله تمام، وهو الضرس ده هو اللي موجود ويقدر يبني عليه تركيبه ثابته. طب لو انا خلعته مش هينفع ان هو يبني تركيبه ثابته خالص، فبيضطر ان احنا نحافظ عليه، وممكن يتعمل له حشو عصب طالما ان انا اقدر اوصل له. وفعلا في ناس بتستغرب ان احنا ممكن نعمل حشو عصب ضرس عقل، لا هو ضرس طبيعي زي اي ضرس ممكن يتعالج، بس يكمنه في اخر البق خالص، فممكن ان احنا يبقى صعب جدا ان احنا نعمل له حشو عصب. ففي حالات يعني اللي هو اللي نقدر نوصل له ونقدر نعالجه خلاص بنعالجه، ونقدر نبني عليه تركيبه ثابته او نعالجه ويبقى موجود ويقدر يستخدمه وياكل عليه. بس الغالبيه العظمى عشان بيتخلع، فالفكره العامه واخده ان ضرس العقل خلاص اي ضرس عقل فيه مشكله هيتخلع وشكرا. ده طبعا كلام مش صحيح. هو بس مشكلته ان هو بيبقى في اخر مكان في الفك، فبالتالي الشغل فيها بيبقى من الصعوبه شويه. عشان كده يمكن كان بيبقى اغلى شويه. يعني بيبقى لو هو حشو عادي وتصوص بسيط ممكن. حشو العصب بيبقى فيه صعب جدا. يعني بيبقى فيه عايز يعني خبره شويه وعايز شغل شويه، وان في نفس الوقت فتحه بق كويسه ان انا اقدر اوصله. لان احنا القانون عندنا حتى في الحشو العصب، لو انت ما تقدرش توصل للضرس وتنضفه كويس وتعالجه مظبوط زي ما الكتاب ما بيقول بمعنى صح، لا تخلعه. ده كان قانون كده في كتاب في حشو العصب، اللي هو طالما ما اقدرش اوصل للضرس واعالجه صحيح، ما انا مش هخسر المريض، اخليه مثلا ان هو يعني اعمل له حاجه يقعد سنه بيها وبعد كده يرجع الضرس يلمه تاني. لو ما قدرتش ان انا اعالجه بالطريقه الصحيحه يبقى مضطر ان انا اخلعه. يعني هو القانون الطبي في الجزئيه دي، بمناسبه القانون عشان كان الفقره الاولى ديت بيبقى فيها المستشار يسري شهاب بنوضح امور في القانون، وهو عنده قضيه يعني نسيت ان انا اوجه لسياده الساده المشاهدين حضراتكم ان المستشار يسري شهاب في الفقره بتاعت مع القانون هو بيعتذر الحلقه دي لانه عنده قضيه في اسكندريه ان شاء الله براءه يسري بيه. ودلوقتي برضو بنتكلم في قانون تاني، هو قانون الطب وقانون ضرس العقل او الضروس بوجه العموم. في حاله عدم وصول حضرتك للضرس انه يتنظف كويس وتعمل كويس خلعه افضل. طب ليه ايه الاعراض لدكتور ما نظفش كويس وما عملش ضرس كويس، ايه الاعراض ليه؟ بالنسبه لحشو العصب هيرجع تاني يعمل مشكله ويبتدي الضرس يورم على طول، يعني مش هيستنى فتره كبيره، لان بيبقى فيه بكتيريا وبيبقى فيه حاجات كذا يعني حاجات كتير جوه الضرس بننظفها، وموضوع بياخد ممكن جلسات. في طبعا حشو عصب بيتعمل على جلسه واحده سيان، بس هو الموضوع في الاخر المفروض ان هو يتعمل بطريقه سليمه عشان ما يرجعش الضرس يلتهب او يعمل خراج تاني، لان بتضطر ان انت تعيد الحشو من تاني. وفي حالات ممكن ما ينفعش لاعاده حشو، يعني في حالات نفسها بعد ما نشوف الاشاعه لا اعاده الحشو بالنسبه لها صعب وبنضطر ان احنا نخلعه. طب دكتور ابراهيم شعبان اخصائي وجراح الفم والاسنان، هل حضرتك لو ضرس كان محشي ووقع الحشو دوت والمريض مشي بيه، هل في اضرار ليه ولا يعني تنصح بايه في الجزئيه دي؟ هو الحشو لو هو عامل له حشو عادي
والحشو وساب الضرس ده، يعني هو كده بيدخل تسوس من تاني ان هو يوصل للعصب الخطوه اللي بعدها. طيب هو معمول له حشو عصب مثلا سيام برضو والحشو اتكسر وفضل، هو بيدخل اكل او بيدخل تسوس في المكان ده تاني، فبالتالي يفضل يشتغل تاني على الاسنان او على الضرس ده مثلا تحديدا ويفضل يتكسر، بيصعب من مرحله العلاج بتاعته. يعني هو بيدخل كل شويه في مرحله اعلى، تمام، وتكلفه اعلى في العلاج. طيب هو لما يكسر الضرس دوت والمفروض انه مش هينفع يتحش تاني، هل خروج الضرس بعد ما اتكسر هل ده بيحتاج عمليه؟ في معظم الحالات زي ما قلت لحضرتك وقلنا في الحلقه اللي فاتت، مش دايما بيبقى الموضوع محتاج عمليه. في ناس بتبقى مفكره ان اي كسر خلاص وصل لمستوى لسه كده يبص وما يرضاش يجي طبعا للدكتور ويورم الضرس بدل في ناس من الخوف، يعني حاجه مرحله صعبه جدا، يعني بيورم الضرس مره واثنين وثلاثه وعشره وممكن ضرس جنبه كذا ضرس فيهم مشاكل وبرده ما يجيش برده الدكتور الاسنان عشان مثلا ضرس يتخلع عشان ضرس يتعالج. فهو لا، مش شرط ان اي ضرس مكسور المستوى لسه ان هو يحتاج جراحه او يحتاج فتح، مش دايما. يعني حتى انا بقول لحضرتك ان 80% من الحالات ما بيحتاجش الا اذا كان ضرس العقل، يعني ضرس العقل لو كسر المستوى اللثه ده بنسبه سخيفه، يعني هو ضرس سخيف شويه بنسبه رخمه كده هيحتاج ان هو يحتاج جراحه. يعني ضرس العقل له وضعيه مختلفه شويه، حتى لو مثلا بنيجي نخلع هو المفروض في اي ضرس نخلع نعمل اشعه. يعني في ناس كتير بنشتغل او بنخلع من غير الاشعه، وفي يعني دكاتره يعني بنتجاهل الموضوع ده وبنلاقي الموضوع سيمبل شويه، في ضرس العقل لازم اشعه. لازم اشعه. طب نرجع تاني للطفل واسنان الطفل، هل مثلا لو انتظروا الاهل، يعني لو في كسر في ضرس وصل للثه وانتظر الاهل لانه يطلع السنه الثانيه، هل ده مفيش مشكله طالما مفيش مشكله للطفل او الم مفيش مشكله، ولا لازم يروح يعمل حشو او يعمل تنظيف او يعمل شيل خالص للضرس ده؟ هو طالما احنا بعيد عن ميعاد التبديل، طالما في وقت فتره كبيره بين يعني ضرس مثلا سوس وعنده مثلا 5 أو 6 سنين مثلا او 7 سنين ولسه ميعاد التبديل بتاع الضروس بالذات في الاطفال بيبتدي من 10 سنين تمام، يبقى المفروض ان احنا نعالج الضرس. لانه لو ما المهوش، يعني هو حضرتك لو ما عملش الم او ما عملش التهاب او خراج الشهر ده يبقى الشهر الجاي، السنه دي هيبقى السنه الجاي. هو الفكره ان احنا بنبعد الطفل شويه بشويه او بنسكن له الدنيا، بس برضه هيرجع يقلمه في وقت من الاوقات. طب لو ألمه هل ممكن مثلا ياخد مضاد حيوي ومسكن ده ما يأثرش عليه، ولا عشان يعالج الألم ده ويعالج كمان الالتهاب قبل ما يروح للدكتور؟ لو هو الموضوع دخل في التهاب الموضوع دخل في التهاب. انما انا بقول لحضرتك ان في ناس يعني مفكره ان الطفل كل ما هيتألم انا هديله مسكن فهيرتاح فهيسكت، لا، هو الموضوع هيبتدي الضرس ده يورم مره واثنين وثلاثه، وبعد كده ممكن نجاح ان هو يتعمل له حشو عصب، خصوصا حشو عصب اطفال زي ما قلت لحضرتك هو حشو جزئي غير الكبار، نسبه نجاحه تقل. يعني هو كل ما يتاخر والضرس يورم نسبه نجاحه تقل ويضطر ان هو يخلعه. لو اضطرينا ان احنا نخلعه هندخل في قصه ان احنا نعمل حافز مسافه، عشان زي ما قلت لحضرتك الضرس لما بيتخلع قبل ميعاد التبديل المكان ده بيتقفل، في ضرس بيبقى طالع في ضرس دايم بيطلع عن سن 6 سنين ما بيلاقي قبله مكان فاضي بيميل على المكان ده. مايل على المكان ده وممكن الضرس يطلع هنا برضو يميل كده شويه، المكان ده يتقفل بتاع الضرس مثلا الضرس الخامس. الضرس ده احيانا انه يطلع بره الصف، يعني ممكن ما يطلعش خالص ويبقى يتعامل معامله ضرس مدفون ويتخلع جراحي لو عمل مشاكل. فبندخل الطفل من دلوقتي في مشاكل احنا في غنى عنها. يعني طيب لو في الم او في التهاب تنصحهم مثلا بمضاد حيوي قبل ما يروحوا للدكتور، لان طبعا انت مش هتقدر تشتغل قبل ما يتعالج الالتهاب، ولا ده طبيعي؟ هو ده طبيعي، بس انا يعني انك تشتغل وهو في التهاب. لا، مش هشتغل وهو في التهاب. انا يعني هو عشان ياخد برضه مضاد الحيوي، مضاد الحيوي الصح المفروض انه يروح للدكتور الاول تمام عشان يقول له على العلاج الصح. يعني هو ما يروحش مثلا لصيدليه ويطلب مثلا علاج معين تمام، لان ده كده غلط. هو ممكن يديله دواء يعني ملوش علاقه بالموضوع، ممكن يديله حاجه، ممكن يديله مسكن بس، ممكن هو دخل في التهاب وخراج يديله، ممكن يديله مضاد حيوي بعيد شويه عن شغلنا او 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 في مضاد حيوي فعال اكتر في الجزء ده تمام، ممكن يشتغل او يدي تركيز اعلى للطفل مثلا ويشتغل يريح الطفل بسرعه وفي خلال 3 4 ايام مثلا يقدر يجن. فالدكتور هو اللي يقدر يشخص الحته دي اكتر، فالمفروض يعني يروح يكشف الاول تمام، والدكتور هو اللي يديله العلاج يشوف هو يقدر يشتغل في الجلسه دي ولا لا، هو ملتهب
وفي مشكله وياخد علاج الاول ويوصف له العلاج طبعا المظبوط. طب يعني احنا بنقول ان ما ينفعش يروح للصيدلي ياخد اي مضاد حيوي وخلاص او ياخد اي علاج وخلاص، لازم يتجه الى الدكتور المتخصص عشان يديله الحاجه المظبوطه دي. انما طيب يعني هل التكلفه، يعني كتير قوي يعني بيخاف يروح للدكتور يقول لك عشان التكلفه وفي الظروف الاقتصاديه والكلام ده، هل التكلفه بسيطه بالنسبه للاطفال وحشو الاطفال ولا تكلفتها زي الكبير ولا يعني عايزين برضو نفهم الناس موضوع التكلفه دي يعني. يعني التكلفه يعني هو حشو الاطفال مختلف يعني مختلف عن الكبار شويه وتكلفته اقل، يعني تكلفته أقل من الكبار، اقل من الكبار يعني حشو العصب الاطفال لا اقل من الكبار طبعا تمام، لان زي ما قلت لحضرتك الكبار ممكن ياخد جلسه او جلستين ثلاثه حسب الحاله تمام، بس الخامات او الشغل بتاع حشو عصب الكبار بيبقى حاجات اكتر فالتكلفه بتاعته بتبقى اعلى طبعا. حشو الاطفال اقل، بس في ناس يعني عايز اقول لحضرتك هو شغل الاطفال متعب شويه ففي دكاتره يعني ممكن تخلي الحشو بتاع الاطفال اغلى لان هو مش عايز ممكن مش حابب ان هو يدخل له اطفال كتير لانه الاطفال ممكن ياخدوا وقت اكتر من الكبار كتير وتكلفه ومجهود وضيع وقت من وقت مثلا عياده الدكتور فطبعا في دكاتره ما بتحبش تشتغل، في دكاتره ما بتدخل اطفال ولا لا ما بيشتغلش الاطفال لا، بس احنا دلوقتي قدام المشاهدين انت بتاخد اقل في الاطفال من الكبار اكيد طبعا. عشان بس الناس تبقى فاهمه عشان ده يعني الصباح بكره احلى، الاطفال بتاخد اقل أكيد. كمان كنت عايز اسالك هل دكتور الاسنان طبيب الاسنان بالنسبه للاطفال يختلف عن اي طبيب تاني يعني ازاي؟ يعني المفروض يبقى شكله كويس مبتسم عشان ما يخوفش الطفل، انت رايك ايه في الجزئيه دي؟ هو التعامل مع الاطفال طبعا يعني هو حاجه صعبه شويه تمام، بس الحمد لله احنا في المكان بتاعنا بنقدر نتعامل مع اطفال كتير ونعرفهم ان الموضوع بسيط يعني لنا اكتر من طريقه الحمد لله، وفي الاخر برضو بعد ما نخلص بنتصور معاهم فالطفل بيفرح جدا لما بينزل صورته على الفيس، بالنسبه له النت ده حاجه يعني حاجه كبيره جدا ان هي صورته تنزل الناس تتفرج عليها، فالموضوع بيبقى بالنسبه للاطفال حلو ولذيذ وممتع مع الاطفال طبعا الهاديه كويسه. في طفل طبعا مهما احنا عملنا يعني وسيسناه وكل حاجه وبص مدلعينه خالص برده في الاخر بيبقى رافض نتيجه حاجه بسيطه خالص، هو جه مع مامته في يوم ودكتور قعد وتجاهل وجود الطفل خالص واداه حقنه البنجو والطفل شاف حقنه البنجو فابتدى يخاف عشان طبعا كده ده غلط، احنا بنطلع الاطفال اول ما بندي البنج لمامته او بندي البنج لاخوه يعني اخو الطفل حتى ذات نفسه لو هم اتنين اطفال بنطلع الاولين عشان ما يخافش طبعا. يبقى معنى كده ان في لازم يكون دكتور متخصص شكله حلو وابتسامته جميله يحاول بقدر الامكان ما يخوفش الاطفال. كلمه اخيره تقولها للمشاهدين نصائح ليهم ازاي يحافظوا على اسنانهم؟ اكيد الاهتمام طبعا بغسيل الاسنان ده مهم جدا والخيط الطبي تمام، وبرده يعني كل ست شهور يعني من 4 لـ6 شهور كده المفروض ان انا اتابع عند طبيب الاسنان تمام، الكشف كشف دوري بس يعني اتابع بس معاه حتى لو ما بشكيش من حاجه اتابع واشوف مثلا انا هل انا محتاج حاجه ولا انا ماشي كويس، يعني هو دكتور الاسنان يهمه ان حضرتك تبقى الدنيا عندك تمام وما بتشكيش من حاجه، ولما يعني مثلا لو في عندك مشاكل كتير والدكتور عمل لك مثلا نظام كده اهوت ان انت في خلال الـ3 شهور دول احنا هنعمل الاسنان دي كلها والدنيا تبقى تمام، مش عايز من حضرتك حاجه غير المتابعه بس، يعني مش هيجي يخترع لك مثلا حاجه جديده، لا هو المتابعه بس ان انت تمام ومحافظ على الكلام ده، محافظ على الحشو ومحافظ على التركيبه المعموله وشكرا، مش عايزين اكتر من كده. طب عشان ابتسامتنا تبقى في صباح بكره احلى وكل مكان جميله، تنصح بقى المشاهدين بايه عشان سنانهم تبقى بيضه وحلوه؟ لا طبعا هو غسيل الاسنان ده مهم، بس يعني في ناس بتستخدم المعجون المبيض واستخدامه كتير قوي، يعني في حد كان بيسال ان هو بيستخدم معجون المبيض كتير فالسنان بتاعته ابتدت تصفر، المفروض ان هي بتبيض. معجون الاسنان المبيض هو في ماده ابريسيف يعني الماده ديت بتبرد في الاسنان لو استخدامه كتير، ومفروض استخدامه يبقى مره او مرتين في الاسبوع بالكتير، فاستخدامه الاوفر ده بيبرد طبقه المينا، طبقه المينا طبقه شفافه لما يبردها وسمكها يقل الطبقه اللي تحتها اللي هي الصفرة طبقه العاج تبتدي تظهر فالسنان تعكس اللون الاصفر. دي مشكله كبيره. دي مشكله يعني الناس برضو استخدامها السيء للمعجون دخلهم في قصص ثانيه. فمش عايزين الاهتمام اوفر ولا يعني اهتم بس بالطريقه السليمه اللي دكتور الاسنان بيقول لي عليها. ما يعني ابداعات واختراعات هتدخلنا في قصص ثانيه.
طبعا احنا بنشكر الدكتور الجميل الشاب المجتهد اللي عايز اقول لكم ان فترة بسيطة جدا يعني عنده يعني سمعة عالية جدا، الناس بتشكر فيه جدا جدا. عشان كده احنا زي ما احنا معودينكم احنا بنخطف الناس الناشطة اللي ليها تميز في المجال بتاعها. الدكتور ابراهيم شعبان اخصائي وجراحة الفم والاسنان، احنا سعداء بوجودك. صباح بكرة احلى، ونورت صباح بكرة احلى. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، الفقرة الثانية انتظرونا مع الحاج زكريا أبو السعود صاحب محلات الوهاب للموبيليا، نتكلم على الغش التجاري في الأساس وإزاي نختار الأساس الكويس وفي أسعاره، برضو أسعار تبقى معقولة. انتظرونا صباح بكرة أحلى.